احنا ما لقيتناش غير اتنين، واحد على قدي وواحد على قد كوكو. ماما ممكن تديهولي؟ لا ما انت عارفه ده اصلا البق كبير ده ليه؟ ايه؟ عشان بيعض. عضيها يا كارما. ايه ده بقى؟ ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ ايه رايك في الرموش؟ رموش ايه يا بنتي؟ دي مراوح، انت بتهوي بيها في الشقه دي ولا بص؟ ايه دي؟ جايباها من الامبابه. من ايه؟ الامبابه. الامبابه يعني؟ اه. ايه يا كوكو؟ دي جميلة يعني؟ دي جميلة من الامبابة انت كمان؟ انت ده بص بص بتجيب لنا هواء. طب اعملي كتير كده عشان الهواء مش بموعي. ايه العرب ده؟ حلو قوي بقى الوش اللي انت لابسينه ده جميل. يا بابا ده جميل وش البرتقال. برتقال ده جميل. انا بقى وش اللي استفزت. الايه؟ اللي استفزت. استفزتي؟ اسمه استفندي. في ايه؟ بابا انت هتخرجنا امتى بقى يا بابا؟ خلاص احرقكم بس الجمعه الجايه. وبابا انت كل مره تقول لنا الجمعه الجايه ما بتخرجناش في الاخر. لا لا خلاص والله الجمعه الجايه ان شاء الله احرقكم باذن الله. ما تيجي نخرج بقى يا بابا، ما انت قاعد اجازه. لا النهارده، لا النهارده هتبقى الدنيا زحمه والناس كتير في الشارع، خليها الجمعه الجايه احسن تبقى الدنيا فاضيه كده ونخرج براحتنا. ما هتيجي الجمعه الجايه تقول مش قادر. خلاص يا جماعه الجمعه الجايه هوديكوا. هي كلمتي واحده، طالما قلت الجمعه الجايه يبقى الجمعه الجايه هخرجكم الجمعه الجايه. اهم حاجه ما حدش فيكم يصرف الهديه اللي معاه عشان تخرجوا بيها الجمعه الجايه. ايه ده احنا صرفنا العيديه كلها. طب كده خلاص مفيش خروج. انا عارفه انا عارفه والله. بابا انا خنق. مش هبت. شفت يا جدو؟ شفت ضربتنا عورتني ازاي؟ يا بنتي ما تضربوش ولا تضرب اخوك الصغير، ما تضربك يا ولا اضربها وانت. على فكره بقى يا جدو هو ضربني رحت له عورت. والله والله يا جدو لو هي انا ممكن اضربها جامد، مش عايز اضربها عشانك. اضربني. اضربها جامد. اه. هادي كده جامد؟ اه. ايه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ بص يا بابا ماما عملت. ايه ده عامل فيكي ايه اللي ضربتك؟ ضربتك جامد ليه كده؟ بص يا بابا هي لقيت ميه مطلعه على السجاده فكرتني انا، راحت ضربتني. الميه اللي كانت على السجاده بره؟ اه. لا مش انت، ده لسه وقت مني انا غصب عني. اتمنى يا ماما. لا خلاص خلاص هي ضربتك انت. يا ماما عيب عليك. ضربتك انت. هنعد واحد اتنين تلاته. يلا واحد اتنين تلاته. لا لا, لا. والله والله كلمه خمامه. الوش ده عامل ليه كده؟ اكل كل الشوكولا. كل الشوكولا ولا عامل في وشك كده يعني؟ والبنبوس وصوره ما في ايه؟ ورسمت على الحيطان وقالت باو 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 باو. صوتها وحش يا كارما. وكلت كل الشوكولا. كلت كل الشوكولا؟ غنيها جميله جميله. ماشي اكلت كل الشوكولا. اسمع كلامها. ايوه اغنيه حلوه. والبنبوس موكساتيلا. وحشة؟ ورسمت على الحيطان بوظت الحيطان. بابا شوف بقى يا بابا ماما عايزة تفلينا. لازم تتفلوا. ليه يا بابا؟ ما احنا عمامير. لا عمامير ولا حاجة، هي اتفلت وانا اتفليت، فاضل انتوا اللي بصوا اللي جه في البيت ده من واحدة فيكم، وانا شاكك في اللي فوق دي. بصوا مش شبه الأملة أصلا. بابا خليها تسمع تكلمي بقى عشان ما اضربهاش. بس يا بت عشان انا لو مسكتك هستقلك. وانا اصلا بنت لذينة. انت بنت لذينة؟ اه. وانت لما مسكتيها هتعملي ايه؟ هسلقك. هسلقك؟ اه. ايه هسلقك دي؟ ما فيش حد يلمك بابا المها. اتلم يا بنت؟ ايه القرف اللي انتوا عاملينه ده؟ ده احلى مكياج، مكياج 2024. ده اللي عملها الميك اب ده حلو يا بنت؟ حلو يا قلبي بنت. انتوا قلبتوا ليه كده؟ انتوا بتتفرجوا على فواتح كتير ولا ايه؟ يلا واحد اتنين تلاتة. ايه ده؟ الحقيقة اللي نزل من الخير. شيل بقى عمالة تقول لنا ناكل كحك العيد، ناكل كحك العيد. بص بقى عاملين ازاي؟ بابا انت بقيت قرعة. بقيت قرعة، المشكلة في القرعة ما تبقتش لغدة اهو من ام الكحك والبسكويت والبيتش فوق. ايه ده ايه ده؟ بصوا بقى يا جماعة أنا المرة دي بقى عامل الفيديو ده تحدي، ليه بقى؟ عشان كارما بتقول الناس بتحبنا أكتر وجيرو بتقول الناس بتحبنا أكتر. أيوه هما فعلا بيحبوني أنا أكتر. لا هما بقى هنشوف دلوقتي، أنتوا تكتبوا دلوقتي بتحبوا مين أكتر وأنا كمان، يعني لو بتحبوا جوري اكتبوا جوري، كارما اكتبوا كارما. لو بتحبوني بقى دوسوا اشتراك. طيب أنا لو بتحبوني دوسوا لايك. وأنتوا بتحبوني دوسوا وردة. دوسوا اشتراك ولايك. وردة إيه يا أم وردة أنت؟ هيا تيتا تدينا هدية كام؟ انت يا حبيبة اديك 1000 جنيه. حبيبتي يا تيتا انا بحبك بموت فيكي والله. بس يا تيتا 5 جنيه. طب ليه يا تيتا؟ على فكرة انا زعلانة منك.
وانا والله بحبك. لما تديله الاسد دي والله لا اسرع منه واطلع. ايه الحقيقة انت بتسرع مني. قولي لها يا انت جاب القلم. عائلة سبايدر مان. سبايدر مان ده وش سبايدر مان ده؟ اه ايوه صح انت صح انا مش عارف. صح؟ ايوه. هقول لكم على حاجة. قولي. ده؟ اه. عارف القطط اللي بتكون شريرة دي؟ قطط شريرة؟ اه. احنا قطط شريرة؟ احنا قطط شريرة؟ لا انت قطط. طب احنا مش عارفين، الناس اللي عارفة تكتب لنا في الكومنتات وتعمل لايك. وش ايه ده صح عشان احنا مش عارفين. اه. ايه ده مناخيرنا عاملة ليه كده؟ ايه ده صح؟ ده في 4 تخرام. يلا مع الفنانة المشهورة جوجا. اسكت يا قلبي ده انت اللي جايب لي مصايب. مصايب؟ بتعاسل ناس بيحطك في المشاكل. بابا الحق يا بابا في شعر بيعدي من فوق. هو ايه ده؟ ده انا لسه شاريهولكو جديد وجبته شبه جوري. شبه مين؟ شبهك انت عشان عجبني انت اشتريته. بصي تعالى يلا اهو شبهك انت. ايه ده طلع شبه انا؟